بكرة 11 يونيو بيحتفل العالم باليوم العالمي للسكان، وده تقليد سنوي بيتم الاحتفال بيه من 1990. السنة دي وضعت الأمم المتحدة شعار الاحتفال بالدعوة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلا ومرونة واستدامة. اليوم العالمي للسكان بيسلط أيضا الضوء في كل العالم على الاحتياجات والأحلام الخاصة بـ8 مليار نسمة هم سكان كوكب الأرض، والنقاش بيكون بشكل عام على المشكلة اللي بتواجه الكوكب كله، وهي مشكلة الزيادة السكانية. هذه المشكلة اللي بتتراوح من دولة للتانية، في بعض الدول هذه المشكلة بتعد مشكلة كبيرة جدا جدا بتلتهم أي تنمية، وفي دول تانية بترى أنه هذه ليست مشكلة لأنه بيحصل توظيف لهذه الزيادات، وفي دول أخرى بتطالب بأنه يكون في زيادة سكانية نظرا لأنه عدد السكان فيها قليل، بل وبالعكس بتعطي حوافز لزيادة الإنجاب. تقديرات الخاصة بالأمم المتحدة بتقول أنه في زيادة بعدد 83 مليون شخص كل عام، يعني كل سنة سكان كوكب الأرض بيزيدوا 83 مليون نسمة. العدد ده مفترض أنه هيزيد علشان يصل إجمالي سكان الأرض إلى حوالي 9 مليار بقدوم 2030. طيب الوضع إيه في مصر؟ الوضع في مصر إنه عدد السكان وصل لأكثر من 105 مليون نسمة. عندنا تقريبا كل يوم بيتولد 5683 طفل، يعني بنتكلم بإنه بيكون في مولود كل 15 ثانية. الحكومة المصرية بتحاول من سنين طويلة إن هي تظبط المعدل الخاص بالزيادة السكانية، لأنه عدم ضبط هذا المعدل بيؤدي إلى مشاكل كثيرة، أهمها هو التهام أي تنمية بتحصل على الأرض. معانا على الزوم دكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. المعدلات الخاصة بالزيادة السكانية في مصر، لو قلنا على اللي بيحصل دلوقتي في الوقت الراهن وفكرة إنه في مولود كل 15 ثانية، ده إيه دلالته؟ وإزاي ده ينعكس على فكرة الاقتصاد والتنمية؟ حضرتك بداية كده، هو فعلا هو احنا بنستقبل كل يوم حوالي 5600 مولود. دول لوحدهم اعتقد ان هم كم كبير يوميا بيتم. احنا عندنا كل سنة في حوالي 2.2 مليون قادم جديد للدولة. ده لو بصينا عليه من ناحية توفير الخدمات وجودة الخدمات الموجودة هنلاقي ان هو صعب توفيرها. من اول ما ناخد بقى الطفل، من اول ما اتولد لغايه لما يوصل لمرحله الجامعه وياخد، ندور على توظيفه او تشغيله او وتعليمه في النص. فكل دوت عباره عن نوع من انواع تعاظم الانفاق وتعاظم يعني استنزاف موارد الدوله، وده يأثر على كل جوده حياه بصفه عامه، مش بس النمو الاقتصادي، لكن هي جوده الحياه كلها بصفه عامه بتقل طيب نتيجة هذا التزاحم وهذا النمو السكاني الغير منضبط. طيب الحملات الخاصة بتنظيم الأسرة دي حملات يمكن بدأت من الثمانينات واستمرت لفترة، وبيقال إنه في فترة من الفترات حققت نتائج هائلة، يعني كان في استجابة شديدة وده ظهر في الأرقام، أرقام المواليد. بعد كده توقفت هذه الحملات لفترة طويلة، وبعدين عادت مرة تانية فكرة التوعية ومحاولة زي ما بنقول تنظيم الأسرة في فكرة الإنجاب. هل الحملات دي شغالة دلوقتي بالشكل المطلوب؟ وهل بالفعل النتائج على الأرض هي النتائج المطلوبة؟ يمكن الحملات يمكن اكتر من الاول شويه. يمكن احنا دلوقتي في قوافل لتنظيم الاسره وفي اوت ريتش او وصول للناس اكتر من الاول. يمكن في نوع من انواع الحلول اللي هي غير تقليديه بالنسبه لوسائل تنظيم الاسره. يعني تنظيم الاسره ده ما كانش بفلوس او كان بقيمه رمزيه، دلوقتي بقى هو فري او هو مجاني. الحاجه الثانيه الوصول للناس، حتى طرق الابواب، حملات طرق الابواب في كل مكان هتلاقيها في كل محافظات حضرتك موجوده. التوعية المباشرة اللي هي بتوصل للبيوت وتوصل لكل المستخدمي خدمات تنظيم الأسرة. فخدمات تنظيم الأسرة النهاردة السكيل بتاعها أو النطاق بتاعها أحسن من الأول. بنقدر نوصل لمناطق نائية ومناطق بعيدة أكتر من الأول،
في عندنا الطبيب الزائر، وده موجود تقريبا احنا مطبقينه على الصعيد والمناطق البعيده عشان يبقى الخدمه موجوده ومتاحه وبجوده عاليه. طيب ردود فيمكن الفعل بقى؟ التوعيه شغال فيها جهات كثيره جدا في نعم الحكومه والجهات حتى غير الحكوميه، فالتوعيه المباشره مهمه، التوعيه بالاعلام مهمه. فاحنا دلوقتي اعتقد ان احنا يعني عاملين نوع من انواع الكفرج او طيب، مغطيين هي تقريبا كل يبقى الجمهوريه بهذه الحملات الخدمه. والتوعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الوسائل المختلفة بالظبط. مستمرة، هل ده ليه مردود في فكرة الزيادة بالأرقام؟ انا هقول لحضرتك بالظبط، انا هقول لحضرتك بس هو في بس النتائج المسح الاخيره بتقول ان احنا كنا في 2014 معدل الانجاب الكلي لكل سيده 3.5 طفل، يعني 35 طفل لكل 10 سيدات. دلوقتي احنا نزلنا ل 2 85 او 2.85 لكل سيده، يعني حوالي 28 طفل لكل 10 سيدات، فمعناها ان في الموضوع بيقل. الحاجه الثانيه ان عدد المواليد، احنا عدد المواليد احنا في 2000 مثلا 2014 2013 كنا بنوصل ل 2 مليون و700 الف، النهارده احنا بنتكلم على 2 مليون و100 الف، 2 مليون و150 الف. ففي برضه نوع من انواع ان الحاجات المؤشرات دي بتقل، فده نتيجه المجهود اللي موجود على طيب الارض، خليني اصحيك نتيجه كمان على حاجه مهمه. التنسيق بين الجهات نعم، المعنيه. ايه اكتر المشاكل؟ يعني حضرتك بتقولي في حملات طرق الابواب، في حملات مباشره، في نعم كلام بيتم بشكل مباشر مع الفئات المستهدفه، صحيح. ايه اكتر العقبات اللي ممكن تلاقوها؟ هل انه البعض مثلا اللي بيفهم مثلا بعض النصوص الدينيه بشكل خاطئ، مثلا في فكره انه لا تنظيم الاسره ده ضد الدين، او بعض العادات الاجتماعيه، لانه بيقال وبرضه حضرتك تصلح لي انه الزياده السكانيه بتحصل في الفئات الاكثر فقرا اكتر منها في الفئات اللي بيقولوا عليها مرتاحه ماديا، يعني اللي بيجيب عيال اكتر هما اللي بتبقى الطبقات الافقر، هل الكلام ده دقيق؟ احنا عندنا في المجتمع المصري، وده مش مجتمع مصري، مش مجتمع واحد، احنا عندنا مجموعه من القيم الاجتماعيه المحفزه على الانجاب، فهي دي اعتقد ان هي دي راسخه في اذهان بعض المجتمعات وبعض المحافظات خصوصا في الريف. احنا عندنا في نوع من انواع زي الكلام اللي حضرتك بتسمعيه، ان في عند عزوه ان هم هيشيلوني لما اكبر، هيصرفوا عليا، هيشتغلوا يجيبوا لي فلوس، هم مصدر دخل ليا، انا جايبهم وانا صغير، انا اجيب ثلاثه اربعه وبعد كده ارتاح. فالحاجات دي كلها، كل القيم المجتمعيه دي بنبتدي نتكلم فيها ونفندها لان محتاجه تفنيد. يعني بنتكلم على المباعده بين الولاده والثانيه، ايه اهميتها بالنسبه للست وبالنسبه للاسره كلها. احنا بنتكلم على صحه المراه، بنتكلم على صحه الطفل، احنا يهمنا جدا ان نرتقي بخصائص السكان الصحيه والاجتماعيه والمهاريه، لان دوت هي ده الشغل الاساسي او الاستثمار الجيد في البشر، وهو ده اهم حاجه، وده دي رؤيه نعم. اعتقد كل الحكومه وكل الوزارات، ان الاستثمار في البشر هو خير التدخلات لاحداث التنميه المستدامه. هستأذن فاحنا حضرتك لان بنتكلم احنا من هذا نزلنا المنطلق، اتكلمنا احنا مع ممكن الناس عشان نسمع ارائهم في طبعا هذه القصة، فهستأذن حضرتك نسمع هذه الاراء مع بعض وبعدين نرجع نكمل. اتفضل. اللي عايز ينظم لازم ياخدها جد الجد، من غير دلع ولا تهاون ولا كسل. حد يضمن الغايب هيرجع امتى؟ أما إحنا بزمن غير الزمن، الراجل الصح يفضلش يخلف ويعمل غيره يدفع الثمن. والخلفة إن شاء الله، يعني أنا شايف إنها عزوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الفكرة مش كتر في الأولاد، الفكرة إن الواحد يبص لتربيتهم ويقدر يصرف عليهم وما يحرمهمش من أي شيء. أحلى حاجة في الدنيا الخلفة طبعا، وأي حد بيتمنى إن هو يخلف، وإيه المانع الواحد يخلف أربعة وخمسة وهو قادر يصرف عليهم؟ لا، هو كل حاجة بيد ربنا أولا، لا عزوة ولا غير عزوة، هو دوت بيد ربنا. الخلفة دي أصلا بتاعت ربنا، معدودة، العدد عند ربنا. انصح كل واحد يخلف بنت، لا بنتين، لا ولد وبنت، لا ولدين، اللي يجيب ربنا الدنيا اثنين عشان خاطر يقدر يعلمهم ويوكلهم. لا الله، الوكيل كان المفروض اثنين بس، التلات دي الحمد لله رضى على كده. لما يكون العدد كتير العيل مش هيعرف يتربى ويتعلم ويشوف مصلحته، ما يكون اثنين احسن ما يكون اربعه. انا نفسي اللي اتجوز ده ما يخلفش غير اثنين، لان الواحد تعب في تربيته وتعب في كل حاجه. في ناس بتعز العيال، في ناس بتقول الدنيا اثنين عشان المصاريف. هما اتنين كفاية والله ورضا والحمد لله، العيال تبقوا قال لي يلا يتلبسي وتعالمي وتبقى حلو
يبقوا كتير هتعلم مين ولا مين؟ أنا جايب ولدين، معايا ولدين اتنين وعشان أقدر أعلمهم وأربيهم كويس. طبعا حملات التوعية ليها تأثير كبير جدا في تنظيم النسل. أنا مثلا عندي طفلين أقدر إن أنا أدخلهم مدارس كويسة، أوديهم تدريباتهم، أعمل لهم كل اللي هم عايزينه، فإن أنا اللي أصرفه على أربعة طب ما أنا أخليها على طفلين أحسن. أنا مش بقتنع بحملات تحديد النسل عشان خاطر العيل بيجيب رزقه. انا مع الحملات جدا طبعا، وشايفه ان طفل واحد كفايه قوي في ظل الظروف اللي في العالم كله فيها اصلا. يعني انا عندي طفل واحد وفعلا مش ناويه اجيب تاني بجد. يعني عايزه اربيها كويس، عايزه اعلمها كويس، عايزه مستقبلها يكون احسن، ابقى ليها اهتمام اكتر. لازم نحدد نسلنا، ربنا قال ونرزقكم واياكم، لكن البني ادم لازم يكون بصير على نفسه. يعني دكتور طارق انا مبسوطه جدا جدا من التقرير، لانه زي ما حضرتك سمعت احنا سمعنا اراء لسيدات مصريات، السيدات البسيطه اللي هي الام المصريه البسيطه خالص اللي بتقول لا هو عيل او اتنين علشان تقدر تربي بشكل كويس. بس على العكس سمعنا، يعني دي طبعا شريحه بسيطه جدا، بس مثلا سمعنا الرجال اللي كانوا في التقرير بيقول لك لا مرتين اتقالت او ثلاثه لا بلاش تنظيم الاسره، العيل بيجي برزقه. هل بالفعل انتوا على ارض الواقع بتبقى المشكله اكتر من الرجال عن النساء ولا لا؟ والله حضرتك هو دايما احنا يعني، وده برضو جزء تم اهماله لفترات طويله، ان احنا كنا دايما بنخاطب السيدات فقط وكانهم هم المسؤولين عن الموضوع. بالظبط. ولكن في الاونه الاخيره احنا ابتدينا نركز على الرجاله لاكثر، لان هو الى حد ما هو مشارك في اتخاذ القرار وهو بيساعد اسرته على موضوع التنظيم، ويمكن ده مهم، ورجال الدين ليهم دور مهم جدا في هذا الامر. فاحنا برضو يعني عملنا نوع من انواع التحرك السريع ان احنا نستهدف الرجال في التوعيه زي النساء بالظبط، لان الاثنين مسؤولين. وبس هي صحيح. مش مشكله الست ان هي مسؤوله عن الحمل والولاده وخلافه، ولكن زي ما حضرتك قلت في اول البرنامج او في مقدمه هو الحقوق، فهي الست من حقها تقرر وتقول امتى يبقى عندها الحريه للانجاب وامتى يكون عندها الحريه ان هي يبقى فيه حمل، وده بيعتمد على قرار مشترك بين الاثنين، ولازم يكونوا مقتنعين باهميه وقيمه الطفل. يعني تخطيط حياته هيبقى شكله ازاي، المبادره بتاعتنا بين الطفل والتاني شكلها ايه، امكانيات الماديه والاقتصاديه والاجتماعيه وخلافه. فاحنا في فترات طويله اهملنا دور الرجل، لكن دلوقتي اعتقد يعني احنا من بقالنا فتره مركزين جدا على مجتمع الرجال، لانه هو مهم جدا وفاعل في طبعا هذه القضيه. بشكرك شكرا جزيلا. يعني احنا بنشوف حاجات في بعض المجتمعات، بس الحمد لله رب العالمين هو يعني هي التوعية، وإن نخش من منهج علمي إلى حد ما له إفادة، يعني بيحس اللي بيتلقى إن هو مستفيد بهذا الأمر، وفي بعد كده في التكرارية والاستمرارية في التوعية بتؤدي إلى نتائج. بشكرك دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، شكرا جزيلا لحضرتك.